القصة ديالك مع الديربيات، لعب في ديربيات بزاف، شنو الديربيات اللي قراب القلب ديال حسن، الديربيات اللي لعب فيه وكنت فيه يعني بقاو لك ما بغاوش يتنساو لك؟ كاع الديربيات كانوا كيدوزوا في واحد المستوى هائل صراحة. مرة نربحوا حنا، مرة كيربحوا هما، تعادل. ولكن نزيدك واحد الفكرة، ما عمره كان كاو بينا إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة اللي كان كاو بينا، وغادي نقولها حالة واحدة. أما الماتش الآخرين ما كانش فيهم كومبين. كومبين اللي طرا هو الإضراب ديال واحد ديال 82 اللي عقلتي. كان ديك الساعة حنا لاعبين رجاواك في تيران، وكان تيران عامر ديك الساعه جا المصري جمع الفراقي بجوج، قال لي انا مسخن مع سا ماجيستي الله يخليكم، راه كاينه شي تنقنيقه بان من هنا غادي نوض اضراب في الدار البيضاء، وبالفعل راه نوض اضراب. قالنا خرجوا الماتش ماتش نين بموافقه ديال لي زاربيت واللعابه ديال الوداد واللعابه ديالنا حنا. طيب هذه اعتراف بانه مصلحه ديال اول مصلحه مره ديال كان كومبين في تكار، كان كومبين في لي ماتش واكراج. لا ما كانش، ما كان تكون بين كذب الكذاب. لا سولتي لعبة ديال الوداد انت ما غيقول لك نفس الشيء. لا كان هذا ديال 81 81 صافي، راه كان لا سولتي الشريف وسولتي شكون كان لاعب الدراري ديال الوداد، لا سولتي ما غيقول لك اي راه اجتمعنا وهضرنا، ولكن خرجنا بتعادل. بتعادل خرجنا لمصلحه الوطن، مصلحه باش ما تنوش فوضى.